العظة الحسنة والأمر بالمعروف، حنصالح الدنيا على دين جميل مألوف، ينصر المظلوم ويطعم المحروم ويطمن الملوم. اللهم صلي وسلم عليه، اللهم صلي وسلم عليك يا حبيب الله. يا رب صل على الحبيب المصطفى وارزقنا سعيا بين المروة والصفا. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أعزائي المشاهدين، يتجدد اللقاء بحضراتكم. يوم سعيد، يوم جميل، يوم مشرق علينا كلنا بأمر الله بالخيرات والنفحات والحسنات والإيمانيات. بداية خلونا نواكب الأحداث، وإذا كنا يعني بصدد انطلاق مؤتمر الشباب بكرة إن شاء الله، فلابد إن احنا نبين إن ديننا اهتم اهتمام بالغ بالشباب. ومن هنا بوجه تحية لكل اللي بيحافظوا على شبابنا، سواء جامعيا أو ثقافيا أو إعلاميا أو دراميا. حاجات بتسلك صدري جدا لما بسمع في برامج التوك شو إن كتير من الجامعات نبهت على أبنائها وأولادها إن يلتزموا بزي يحترم الحرم الجامعي. حاجة تدعو للفخر إن أنت عايش في بلد بتحافظ على الثقافة، بتحافظ على شبابها. حتى يعني ناخد تبقى الجامعات مبادرات ومشاعر النور. سمعنا في الاسبوع الماضي اخبار حلوه قوي 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 ان كتير من الجامعات نبهت على طلابها بزي يتناسب مع وقال العلم. شكرا لكل ولي امر، شكرا لكل شخص بيحافظ على ابنائنا. كمان سمعنا عن انتهاكات للاسف في احدى المدارس لاعراض الاطفال. بنقول يعني لابد ان احنا ناخد وقفة حاسمة دينيا وثقافيا، لابد ان احنا نحافظ على الغرائز، ولابد ان احنا نحاول نخلي المجتمع مؤهل او نساعد بعض. انا عايز اقول لكم على حاجة، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص انه يخلق مناخ ما يدعوش للناس للمعصية. ولذلك هتجد الناس في الفترة القريبة بعض الناس اللي بيعترضوا على بعض أحكام الدين أو بيروا أن أحكام الدين يا جماعة أنتوا بتقتلوا الإبداع، قريبا جدا هتجد الناس دي هي اللي بتجري جري على تعليم هذا الدين لما يجدوا أبنائهم في خطر، لما يجدوا أعراضهم في خطر، لما النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ضوابط الاختلاط وحدود الاختلاط، لما النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا تعاليم في البيت. يعني النبي صلى الله عليه وسلم علمنا يعني من جملة ما علمنا أن نفرق بين الأبناء في المضاجع، يعني الولاد والبنات والولاد والولاد. فبعض الناس كان يظن أن ده تخلف ورجعية، وإزاي يعني دول إخوات. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيربينا على أدب، مش معنى كده أن ولادنا مش مؤدبين، لا، ده بيربينا على أدب أن الولاد يطلعوا عارفين قيمة يعني الحفاظ على العرض، وانه ما ينفعش، وان في حدود، وحتى لو احنا اخوات ما ينفعش الولاد يناموا جنب البنات الا بقى طبعا للضروره، يعني عشان ما حدش يجي يقول لي اللي عنده 7 عيال واوضه واحده دي الا لضروره، لكن ده ذوق عام. يعني كثير من تعاليم الاسلام كانت حريصه بالذوق العام، انك ما تزاحمش المراه. يعني الدين علمنا ان الرجال لا يزاحمون النساء، الدين علمنا عدم الاختلاط. فالناس يقول لك ايه ده، طب والدواوين الحكوميه بقى، وما يبقى في موظف وموظفه والاثنين قاعدين في مكاتب. الدين لما علمنا عدم الاختلاط علمنا حدود. حدود ايه هي؟ اي نعم، المراه تخرج تشتغل زي ما كانت بتخرج على عهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت بتروح الاسواق وما الى ذلك، لكن كل اللي قاله الدين ان الرجل والمراه ما يقعدوش في مكتب واحد مقفول عليه، ما اجرمناش. يعني الدين ما اجرمش من هنا. ولذلك اكتشفنا عظمه هذا الدين مؤخرا لما اكتشفنا ان كتير من الناس اللي شككوا في ثوابت الدين او شككوا في اخلاقيات هذا الدين او تعاليم هذا الدين، وجدنا ان الخطر بيمتد الينا ويمتد لابنائنا ويمتد لبناتنا. لا يا جماعه، الدين جه يحافظ على اخلاقياتنا. سيدنا النبي اهتم بالشباب جدا. يا رب المؤتمر ان شاء الله يبقى مؤتمر ناجح يا رب العالمين. سيدنا النبي اول من مكن للشباب وخلى منهم، اتخذ منهم سفيرا سيدنا معاذ، واتخذ منهم مترجما خاصا لرسول الله سيدنا زيد، واتخذ منهم امين سر لرسول الله سيدنا علي بن ابي طالب. وصلى الله عليه وسلم
اعلى ايضا من قيمه الشباب، عشان محدش يقول انه الشباب البنات بس، لا، اعلى ايضا من قيمه الفتيات الشابات عندما اتخذ السيده اسماء بنت ابي بكر امينه سر له في الهجره، وكانت بتاخذ الطعام لرسول الله، عندما اعطى لاسماء بنت يزيد بن السكن شارط خطيبه النساء، هي اللي بتروح تسال النبي صلى الله عليه وسلم عن امور النساء. يا رب احفظ شبابنا، يا رب ثبتنا على الحق، يا رب اجعلنا هداة مهتدين. هنبتدي بالموقف اللي بنحب نبتدي بيه، موقف لطيف جدا 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 مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعلمنا الادب ويعلمنا. النهارده الحلقه اسمها اسرار الاجابه، هقول لكم ليه سمينا الحلقه اسرار الاجابه، بس الموقف اللي احنا بنتكلم فيه مرتبط بايه وثيقه في القران الكريم، ومن الايات اللي بتحمل تنفيذ الكروبات وتفرج الكروب، خواتيم سورة البقرة. ربنا سبحانه وتعالى كان بينزل الآيات لها أسباب نزول، ففي آية نزلت بتقول لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. الآية معناها إن اللي هيفكر في حاجة هيتحاسب عليها، يعني لو فكرت في حاجة حلوة وما عملتهاش هتحاسب عليها، ولو فكرت في حاجة وحشة وما عملتهاش هتحاسب عليها. الصحابة رضوان الله عليهم ما كانش عندهم فلسفة الاعتراض، كان عندهم فلسفة الفهم. مش اي حاجة اسمها اعترض وخلاص، لا، اروح افهم، وده الفخ اللي احنا وقعنا فيه. اي حد يقرأ حاجة في الدين او مش بس في الدين، في اي معلومات عامة، فما تعجبوش فيعترض عليها، استوضح الاول. فالصحابة رضوان الله عليهم لما سمعوا الاية دي استغربوها قوي، وكانت ثقيلة عليهم قوي، وكانت متعبة بالنسبة لهم قوي، لأنهم رضوان الله عليهم كانوا بيفهموا القرآن مش بيرددوا القرآن بس. فخدوا بعضهم وراحوا عند سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يبكون، وهم يبكون، ودخلوا على رسول الله وقالوا يا رسول الله كلفتنا من الأمر ما نطيق، انت كلفتنا بالصلاة والصوم والزكاة والجهاد، فالأمور دي كانت سهلة علينا، ان احنا نصلي وان احنا نصوم وان احنا نتصدق وان احنا نقاتل في سبيل الله، تخيلوا الامور دي كانت سهلة عليهم، لكن هذه الاية مما لا نطيق، الاية دي صعبة علينا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيدينا درس مهم جدا في القصة دي، الاول انك ما تعترضش على امر ربنا وامر سيدنا النبي. فقال لهم لا تكونوا مثل الذين من قبلكم قالوا سمعنا وعصينا، اوعوا تعترضوا على امر ربنا سبحانه وتعالى فيعاقبكم، ولكن قولوا سمعنا وأطعنا. فالصحابة قالوا سمعنا وأطعنا، خلاص حاضر سمعنا وأطعنا، وزالوا يبكون وهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأراد الله تبارك وتعالى أن يعطيهم بشارة السمع والطاعة، أنهم سمعوا كلام ربنا سبحانه وتعالى وكلام سيدنا النبي ما اعترضوش، فشهد لهم ربنا في هذا الموقف في الإيمان وقال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. شوف على الرغم من أن الأمر كان ثقيل عليهم، وعلى الرغم أنهم ما كانوش مستحملين الأمر ده وشايفين الأمر صعب، يعني أفكر في ذنب فما أعملوش فتحاسب عليه لمجرد أن أنا فكرت فيه، فربنا سبحانه وتعالى شهد لهم بالإيمان، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وربنا سبحانه وتعالى سجل لهم القول الجميل بتاعهم وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. تخيلوا كلمة قالوها وهم قاعدين، لكن ربنا سبحانه وتعالى سجلها لهم في كتابه وأصبحت قرآن. لما سمعوا وأطاعوا وفضلوا قاعدين عند سيدنا رسول الله، فكان من أسرار الإجابة إنك تسمع كلام ربنا، فربنا سبحانه وتعالى لغلهم الحكم ده وقال لهم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، خلاص ما تقلقوش، ربنا لن يحمل نفس أو يحمل شخص إلا طاقته، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، يعني اللي هتعمله هتتحاسب عليه واللي مش هتعمله مش هتتحاسب عليه. ففرح الصحابة، وحصل بقى إيه؟ إن الصحابة دعوا ربنا وقالوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فيجيب عليهم ربنا من فوق سبع سماوات ويقول نعم فعلت، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، فيجيب عليهم ربنا فيقول نعم فعلت، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، فيجيب عليهم ربنا من فوق سبع سماوات ويقول نعم فعلت، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فيجيب عليهم ربنا نعم فعلت. شوفوا الموقف العظيم، بعد ما كانوا بيعيطوا، بعد ما كانوا معترضين على الأمر ظاهريا، لأنهم لما راح عن سيدنا النبي قال لهم ما تعترضوش، ربنا حول هذا المشهد إلى فرح بأنه يحصل شهادة بالإيمان لهؤلاء الصحابة، وإن الكلام اللي قالوه سمعنا وأطعنا ربنا يسجله في القرآن، وإنه يحصل حوار مفتوح بينهم وبين ربنا بأنهم يدعوا ربنا يجيب عليهم من فوق 7 سماوات، لأن سيدنا جبريل كان ينزل لسيدنا النبي لما هم يقولوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، يقول له سيدنا جبريل الله يقول لهم نعم فعلت. فأصبح حوار مفتوح. يبقى أول سر من أسرار الإجابة أن تسمع وتطيع لله ولرسول الله، وبلاش فزلك، بلاش فزلك في أحكام هذا الدين، بلاش فزلك مع 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 أوامر ربنا سبحانه وتعالى. خلي عندك يقين إنك كل ما سمعت كلام ربنا سبحانه وتعالى حتى وإن لم تكن مقتنعا به أن الله سيخلف عليك. في واحد يبقى مش مقتنع، أنا ليه بصلي العصر 4 ركعات، ليه مش 3؟ لكن ما دام عرف ان ربنا هو الذي امر بهذا الامر فعملوا كده ابتغاء مرضات الله، يكافئه الله تبارك وتعالى. يا جماعه في احكام لا تعلل، في احكام ما فيهاش فزلكه، في احكام ربنا قال افعلوا كذا. وكمان فتره هتجد الناس، كل الناس مش المسلمين بس، يشيرون الى احكام هذا الدين بانها احكام الذوق والحفاظ على الأرواح والحفاظ على الأعراض. لابد يجي فترة كده أي حاجة ناجحة تحارب حتى يعرف الناس بعد ذلك قيمتها. أستاذة منى معاك مين؟ يا أم معاذ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزي حضرتك يا أم الشيخ؟ إزيك يا أم معاذ اتفضلي. كل عام وأنت بخير. وحضرتك بخير وسعادة. سؤالك يا فندم. أنا حضرتك يعني معايا توأم ملتصق. التوأم المتسق واحد فيهم البنت منتهية إكلينيكيا وهتسمي بالولد وهم بقالهم 16 يوم. المشكلة ان الاثنين هيموتوا مني، انا مريضة قلب اصلا. يعني ما كانش ليا خلفة، يعني ده رحمة من ربنا بيا ان دول يجوا، فانا عايزة يعني عايزة اقل حاجة ان حد فيهم حتى يعيش لي مش اكتر. طيب. من كده يا ست ام معاذ، يا ريت تسيب رقم تليفونك مع الاستاذة منى، ولو حد من اصدقائنا المشاهدين يتواصل معانا حاضر. معاك حد؟ مين؟ استاذ عبد الهادي. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بيك. ازيك يا استاذ يا الفاضل؟ الله يبارك في حضرتك، اتفضل يا فندم. شكرا نفع الله بيك، انت لا تنقطع من بيتنا بحلقاتك الطيبه. ربنا يبارك فيك. احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. اللهم امين. وخواتم البقره بارك الله فيك. ربنا يبارك فيك. كان عندي موضوع حصل معايا. اتفضل. مريض عندي 54 سنة، عندي عربية داتشر 84 ربع نجل. كنت عايز ابيعها واكمل اجيب تاكس معايا 10,000. دخلت بالولد مستشفى 6 اكتوبر العام يوم الخميس اللي قبل اللي فات ده. انفرجت مسافة، ما دخلت مسافة، ما طلعت، ما قعدتش. فانا معايا 10,000 جنيه. انا عايز حد من اهل الخير يضمن لي عند معرض اجيب تاكس. يا حاج عبد الهادي لو تكرمت سيب رقم تليفونك، ولو حد يتواصل معانا حاضر يتواصل مع حضرتك. اسرار الاجابه يا جماعه، الحلقه دي احنا عملناها مخصوص علشان اصدقائنا اللي بيرسلونا على صفحه البرنامج الموعظه الحسنه مع اسلام النواوي، بيقولوا لنا احنا دايما ندعي ربنا وما بيحصلش اجابه. انا عايز اتجوز وما جاليش عريس، انا عايز اشتغل ودعيت بالشغلانه دي ما جاليش شغلانه. فقلنا نسمي الحلقه اسرار الاجابه، في لكل دعاء سر، سر للإجابة. وربنا حتى سبحانه وتعالى جعل بين أسمائه سر، يعني ربنا له من الأسماء الحسنى ما له، وله اسم أعظم. بعض الناس يقول لك طب ما تقول لنا إيه الاسم الأعظم، واجتهد الناس كتير وما إلى ذلك. بعض الناس يقول لك الاسم الأعظم هو الحي القيوم، وبعض الناس يقول لك اسم تاني هو الاسم الأعظم، وبعض الناس يقول لك الله هو الاسم الأعظم، لأن الله كلمة الله لا تطلق إلا على الله، يعني الرحيم تطلق على أي حد، السميع اللي بيسمع يعني تطلق على أي حد، لكن الله اسم ذات علم على الله لذاته وصفاته. لكن في الاسم الأعظم بعض العلماء قال لك إن كل اسم هو اسم أعظم، يعني كل واحد مننا ليه اسم أعظم. يعني واحد ممكن لما يدعي ربنا ويقول يا رحمن ربنا يستجيب له،
واحد تاني لما يقول يا رحيم ربنا يستجيب له. ولذلك الاسم الأعظم ده يا جماعة عامل زي ملك عنده 99 وزير، كل وزير من الوزراء دول الملك مخلي له باب يدخل منه إلا وزير واحد يدخل من أي باب، هذا حال الاسم الأعظم. فأنت كل ما تجتهد مع ربنا سبحانه وتعالى يرشدك إلى الاسم الذي يجيبك به. لكن خلونا في أسرار الإجابة، وأنا بعمل تجهيز للحلقة وقع عيني قوي على قصة سيدنا زكريا، وربنا بيقول له وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الآية دي عنوان حلو قوي في أسرار الإجابة، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال له في الآية دي، وخدوا بالكم في أسرار الإجابة في حاجة مرتبطة بالشخص نفسه في تكوين الشخص، في حاجة مرتبطة بالوقت اللي بيدعي فيه، وفي حاجة مرتبطة بالمكان اللي بيدعي فيه. في الآية دي ربنا سبحانه وتعالى بيقول إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، يعني من أسرار الإجابة إنك تسارع في الخير. والمصارعة في الخير بقى لها أشكال كتير يا جماعة، المصارعة في الخير إنك تتصدق، المصارعة في الخير إنك تدي نصيحة أمينة الإنسان، المصارعة في الخير لو أنت طالب مجتهد وساعدت أصدقائك دي مسارعة في الخيرات، المصارعة في الخير إنك تكف أذاك عن الناس، ما هو أن تكف أذاك عن الناس صدقة، فأصبحت دي مصارعة في الخير، المصارعة في الخير إنك لما ربنا يفتح لك باب تفعل فيه خير ما تقولش لا يا عم في غيري هيعمله، المصارعة في الخير لدرجة إنك تحافظ على نظافة الشارع اللي أنت عايش فيه دي مصارعة في الخيرات. فسيدنا زكريا الذي كان يتمنى الإنجاب وكان يتمنى أنه يبقى عنده ابن وهو أصبح كبير في السن ومراته عاقر زي ما قال يعني متخلفش، لكن لأنه كان يسارع في الخيرات فربنا سبحانه وتعالى جعل له ده سر من أسرار الإجابة. كمان من أسرار الإجابة حاجة مهمة جدا، لكن ناخد الاتصال ده معنا. مين يا أستاذ منى؟ أستاذ محمد. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيك يا استاذ محمد، اتفضل يا فندم. اهلا بحضرتك حاج اسلام. اهلا بحضرتك، اتفضل. استاذ اسلام انا عندي مشكله يا ريت حضرتك تقدر تساعدني فيها. اتفضل. حضرتك استاذ اسلام انا ليا حد صديق ليا طلق زوجته 3 طلقات. تمام. طلب مني المساعده ان انا اكون محلل. السر بدون ما حد يعرف من اهلها ولا اهله. وبالفعل رحت علشان نكتب واتفقنا ان احنا هنكتب النهاردة وتاني يوم هنخلص الموضوع وخلاص. نعم. فاحنا بنكتب اهلها جم البيت وصلوا طبوا علينا. وبالتالي هم اهلها ناس كويسين ما فهمش اي عيب لكن مرضوش بالموقف. وهم تقصوا او ليهم قوة في البلد. هي بلد ريفية، فقاموا بطرد الولد ده من البلد واهله، خرجوهم من البلد ومضوني على وصولات أمانة وشيكات إن أنا أكون زوج، يعني أنا بيطلبوا إن أنا أكون زوج مش إن أنا أكون محلل وخلاص. إن أنا أكون زوج. أنا راجل متجوز بقالي 20 سنة وعندي بيتي وأسرتي وعايشين الحمد لله في هدوء وحياتنا بفضل الله الحمد لله كويسة. ومفيش أي مشاكل في حياتنا خالص، ما بدأتش المشاكل أنا كنت متفق مع مراتي وقايل لها عرضت عليها الموضوع. قعدنا اكتر من 3-4 شهور نتكلم في الموضوع لحد فتره العده ما خلصت وانا بتكلم مع زوجتي واتفقنا ان انا هكون ليه مساعد عشان نعمل الموضوع ده لان هو عنده عياله وبيحب مراته وبيحب عياله، لكن حصل بينهم كده. وافقت زوجتي ان احنا نكتب لكن بشرط ان احنا في تاني يوم نطلق على طول. حصل ان اهلها جم عملوا كده وما ادوني وصولات وما ادوني شيكات وطردوا الولد من البلد، وده الوضع الحالي اللي انا فيه من تقريبا شهر. السؤال اعمل ايه علشان انا دلوقتي مراتي رافضه الوضع الحالي، مراتي رافضه، مراتي رافضه ان انا يكون ليا زوجه تانية. هسال سؤال واضح وصريح. اتفضل. صاحبك قال لك انه هيديك مقابل قدام الخدمه العظيمه اللي انت هتعملها له دي؟ لا. يعني جدعانه. طيب خلاص ماشي، اتفضل.
بصوا يا جماعة، أصعب حاجة التحايل على أحكام الشرع. موضوع المحلل ده موضوع منتهي، هي كل القضية إن اللي يزوج اللي يطلق زوجته ثلاثا أصبحت لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. شوف ال 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 التعبير تنكح يعني زواج كامل تام. كوني أنا أجيب واحد وأقول له هتتجوز مراتي ليلة، ده نوع من أنواع العقود الفاسدة، لأنه مرتبط بمدة، ده نوع من أنواع العقود الفاسدة عشان الناس اللي بتلتف على الشرع. غريبة قوي 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 الحالة اللي معانا، زوجته في الأول وهو بيعمل حاجة غلط إنه هيبقى محلل لمجرد إنه ليلة، قالت له ماله، لكن لما الأمر هينقلب طبيعي يبقى أهلها أهل البنت بقى قالوا لا إحنا ما عندناش، إحنا عيلة كبيرة ما ينفعش معانا ده، إحنا ما ينفعش حد يتكلم علينا ويقولوا إن إحنا عملنا ده، إحنا هنجوزك بنتنا جواز رسمي. فما الموضوع انقلب لأمر شرعي مراته زعلت، ودي المشكلة اللي احنا واقعين فيها دلوقتي، ان بعض الناس بيراعوا البوستيج والشكل العام والشرع ده يجي في الآخر. لا، الشرع مش في الآخر، لكل الناس بقى، لكل الناس، الشرع مش في الآخر، الشرع في الأول وفي الآخر وفي النص. احنا نحيا بالشرع ولا نحيا لنكيف الشرع، خدوا بالكم، احنا نحيا، احنا عايشين بالشرع، ومحدش يجي يبص احكام الشرع اصل بره بيعملوا كذا وجوه بيعملوا كذا والمراه ممكن تصاحب رجل وما الى. احنا لنا قواعد، لنا رولز. الواحد بيستغرب جدا جدا لما قانونيا يعلمونا واحنا بنحترم ده، يقول لك ما ينفعش تخالف الدستور، ويجي بعد كده مش عاجبه الشرع. اذا كنت انت قريت ان في امور ما ينفعش تخالفها، فبالك بالشرع اللي ربنا سبحانه انزله. دي ضريبه حقيقيه يا استاذ محمد، اعذرني على القسوه اللي انا بقسو بيها عليك، دي ضريبه حقيقيه، لانك كنت بتقدم على امر يغضب ربنا سبحانه وتعالى. ده ليس زواج، ده ليس زواج، مش من الجدعانه ان انا اوجب مع صاحبي في حاجه تغضب ربنا سبحانه وتعالى. ده نوع من انواع العقود الفاسده اللي هي العقود المرتبطه بمده. انا تروح لواحده كده تقول لها انا هتجوزك 3 ايام، مينفعش، ده مش عقد، ده نوع من انواع العقود الفاسده. هنتكلم بقى هل هو زنا او ليس زنا، نتكلم في دي، لكن ده عقد صحيح، لا ده عقد غير صحيح. فمش عارف يعني، انت اوقعت نفسك في مشكله، ربنا يا رب يهديك الى الصواب. لكن اذا كنت كاتب العقد على زوجتك اللي هي الجديده دي، فاصبح عقد صحيح وهي زوجتك. وانت بقى علشان انت مش بتسالني عشان حاجه، بتسالني عشان في ايصالات امانه، لو طلقتها هيطالبوك بايصالات الامانه، هم طلعوا انصح منك. اسال الله تبارك وتعالى ان يحيا الناس بالشرع. تعالى على الموقف ده بقى، والموقف اللي مقابل له سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما جت الزوجه تقول له انا مش عايزه ده، جوزي ده انا مش عايزاه، فيقول له خلاص طلقها والدنيا تبقى هاديه، ولا اهلها يجوا يكتبوا ايصالات امانه، وما تجيش بقى نقول طب اتنازلي. يعني عندي الاسبوع ده كميه مشاكل يا جماعه بسبب الانفصالات. انا مش انا هنفصل، انا كاره، خلاص ماشي كاره كاره، بس مش هديها حاجه. يا سيدي مش بتقول انت كاره يا سيدي، الانفصال مش كده، هي تاخد حاجتها وانت تاخد حاجتك والدنيا يا دار ما دخلك شر. لا، الالتفاف على الشرع ده هو اللي يفسد حياه الناس، هو ده اللي يفسد، هو ده اللي يخلي عندك تطرف. ما هو لما يبقوا عيلتين كانوا مناسبين بعض ويجوا دي بنتهم تتهان او دول بابنهم يتظلم، هيبقى في عداوه في العيله، هيبقى في مشاحنات، هيبقى في خناقات، هيبقى في تطرف. على فكره مش كل التطرف سببه دين، في تطرف سببه حاجات تانيه، في تطرف سببه سلوكيات اخلاق. واحد ما ترباش كويس فبقى بلطجي، ده تطرف. واحد فهموه ان كل حاجه بالقوه، ده بلطجي فاصبح تطرف. فمش كل تطرف سببه دين، في تطرفات احنا بننشا فيها بنعملها بايدينا من غير ما ناخد بالنا، ان احنا نربي اولادنا على العنف ده تطرف، ان احنا نربي اولادنا انهم ياخدوا ما ليس الحق لهم ده تطرف. فبيكبر بعد كده بيجد ان القوه هي السبيل الوحيد لانه ياخد حقه، ونعيش في مجتمع متطرف. معاك مين يا استاذ امان؟ يا ام ملك. وعليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكي. كل عام والمشاهدين كلهم بخير وحضرتك بخير. وحضرتك سعيدة ومتهنية، اتفضلي يا أم ملك. معلش يعني الشيخ أنا بس كنت بسأل حضرتك بسرعة يا أم ملك بعد دقيقة واحدة.
نعم تسمعني بس دقيقة واحدة معلش. اتفضلي يا ام مالك بسرعة لو سمحت. انا بس حضرتك معايا الحمد لله ولد وبنت، والدهم متوفي ورم عنده، كان عنده ورم في المخ يعني، والبنت طلع عايزة زرع النخاع، البنت عندها 11 سنة واخوها هيبرع لها بالزرع دوت. انا بس طالبة من اهل الخير حد يديني كارد حسن على ال 18000 جنيه اللي معايا. طيب يا ام ملك وصلت رسالتك، يا ريت تسيبي رقم تليفونك مع الاستاذه منى حاضر. خلونا نرجع بقى بسرعه لاسرار الاجابه علشان موضوعنا مهم جدا. اسرار الاجابه كنا بنتكلم بقى في سيدنا زكريا، اول سر من اسرار الاجابه المسارعه في الخيرات، انك تكون خير، ولذلك من جنس اخلاقك ومن جنس افعالك ربنا يجزيك. يعني لو واحد كريم ربنا يكرمه، طب لو واحد سلوكه مش كويس يعني واحد بيضايق الناس، ازاي يتخيل ان ربنا سبحانه وتعالى يعطيه؟ لابد انك من جنس الخلق اللي فيك ربنا يعاملك، يعني حتى يوم القيامه ربنا سبحانه وتعالى يحاسبك باخلاقك. لو انت كريم ربنا يكرمك. وخدنا النموذج من ده الراجل اللي ما كانش عنده اعمال خير خالص الا انه كان طيب بالقلب متسامح كريم، لما يسلف الناس يقولوا له طب معلش اصبر عليه شويه، يصبر عليهم، فربنا يقول للملائكه دخلوه الجنه. لكن تخيل ان واحد غليظ مع الناس، ده يستوفى حقه كده زي ما كنت مع الناس تحاسب. فدايما خلي عندك المسارعة في الخيرات، ربنا سبحانه وتعالى يكرمك. الحاجة الثانية انك تستحضر جلال الله وانت بتدعي. شفت وربنا بيقول عن سيدنا زكريا انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، حبا وخوفا، انك بتستحضر جلال ربنا وبتستحضر عظمة ربنا. وفي غلطة كتير مننا بيقع فيها وبيدعي ربنا، انه لما يدعي اول مرة ولا يحقق له الجواب يبطل دعاء، او يقول ربنا مش هيديني. لا، ربنا سبحانه وتعالى بيمتحن فيك سر الاجابة، انك تداوم، انك دايما تنادي على الله، انك دايما تقول له يا رب، انك ترفع ايدك له وتقول يا رب انا بلغ بي العجز والضعف، انك انت اللي قادر يا رب انك تساعدني. ولذلك في قصة سيدنا يونس في بطن الحوت وهو بيقول لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. شوف لو واحد مكان سيدنا يونس كان ممكن يقول انا خلاص كده هالك هالك، لكن هو بيدعي ربنا رغبا ورهبا، هو عارف ان ربنا قادر، وللحظة لم ينسى ان الله قادر. فربنا سبحانه وتعالى انجاه من هذا الغم وانقذه وجعل له آية، جعل لسيدنا يونس آية. الآية انه انبت عليه شجرة علشان جلده كان اتأثر بسبب الافرازات اللي في بطن الحوت، كمان خلى الدعاء اللي دعا به سيدنا يونس وسيلة حلوة قوي في تفريج الكروب. كل اللي يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ثم يدعو الله تبارك وتعالى يستجيب المولى تبارك وتعالى له. شفت العظمة في إنك تدعي ربنا رغبا ورهبا. وهنقول مرة ومرات إن الله لا يجرب، يعني ما تجيش تقول إيه أنا هجرب أدعي، لا، كن مقتنع إن لما تدعي ربنا سبحانه وتعالى سيحقق لك ما تريد. معاكي مين يا أستاذة منى؟ ايوه يا جماعه معاكم مين؟ استاذه ماي. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيك يا استاذه ماي. اهلا بيك، اهلا وسهلا. طبعا انت كلامك جميل، مش محتاج ان احنا نعمل اي حاجه خالص، يا ريت لغه التسامح اصلا تبقى في حياتنا واحنا مش هنلاقي اي مشاكل في حياتنا. طبعا. لكن والله ده حقيقه. السؤال بتاعي بقى دلوقتي، احنا سمعنا حضرتك. سامعك يا ست ماي. احنا مثلا يعني احنا 10 ماشي، 8 بنات وولدين والحمد لله بفضل الله كلنا اتجوزنا والحمد لله. ولكن السؤال بتاعي هو ايه بقى، الحاجة عندنا مثلا لوح قطعتين من البيوت، يعني بيتين اتنين، بيت كبير وبيت برضو كبير زيه، المساحة بتاعته 200 متر. فانا بسأل سؤالي الوقت، هو مش عايز مثلا برضا وجواه، هو بيقول لنا كده بس هو عايز يعرف، يقول كده حرام عليه، ربانا وجوزنا وعلمنا البنات كلها والصبيان كذلك، عمل لهم كل حاجة كويسة والبنات من جوزة بترسق في بيوتها الحمد لله. بس السؤال ان هو الوقت بيقول لك الواحدة لو لا قدر الله واحدة زهلت تيجي، هو مش هيدي مراس اللي تيجي، لو واحده زعلانه لا قدر الله تيجي تقعد في بيت اخوها ده او البيت التاني، البيت اللي يعجبها تخش فيه، بس مش هيدي حقوق لحد. فانا سؤالي هل هو كده حرام عليه ولا مش حرام عليه؟ يعني ايه مش هيدي حقوق لحد؟ يعني هيكتب البيوت باسم الصبيان؟ قال باسم الصبيان، انا جوزتكم خلاص. لا، ما ينفعش.
قال لك اللي انا جوزتكم ورزقتكم وتعلمتوا والحمد لله انتم مبسوطين ومبسوطين فيكم، لكن هو البيت بيت لاخويا ده وبيت لاخويا ده ويكون برضاكم، وعايزنا نرضى غصب عننا، يعني احنا نكون رضانا ونضحك وفرحانين. ايوه كده هتيجي من الاخر ان انت مش راضيه، وده حقك ما يزعلش، ده حقك ما يزعلش. هتكلم حاضر. من المشاكل اللي على طول بعد الطلاق، بعد الطلاق، بعد مشاكل الطلاق على اليمين كده وانت داخل، مشاكل الميراث ما بتلحقش، يعني الطلاق في الوش على طول كده على اليمين وانت داخل كده، هتلاقي شارع كده ده بتاع ايه، مشاكل الميراث. اول حاجه من الجرائم الكبرى اللي بتحصل ان بابا او ماما هم عيانين ونايمين كده وبيفرفروا، يا اولاد انا في اخر ايامي وهقول لكم على حاجه، بصوا يا اولاد البنات اتجوزوا وتجهزوا وتعلموا، يا قلبي والولاد كانوا بيساعدوني، بصوا يا اولاد قبل ما اموت علشان تسامحوني انا هكتب الارض باسم الصبيان والبنات لا، سامحوا يا عيال. جريمه. ليه؟ لان من جواهم مش مسامحين، بس كل واحده خايفه تقول لا فيقول لهم قلبي يموت، يقول لك انت اللي قتلت ابوك. جريمه، جريمه والله، ما ينفع. لا يقاس الميراث بانفاق، بالانفاق على تعليم الولاد. يعني لو عندي ولد دبلوم وولد كليه طب، ما تجيش تقول لي اصل ده خد في مصاريفه كذا وده يا دوبك كده خد 15 جنيه وهو بيتعلم. مش قضيتنا، انت ملزم بهذا. ده ما هو التاني ده بتاع الدبلوم ده لو دخل طب كنت صرفت عليه. فما ينفقه الوالد في تعليم ابنائه ولو جوز كل ولاده ما يتحسبش ده من الميراث، ده ما يتحسبش من الميراث. ليه؟ لانه خلاص هو عمله. حتة بقى ان بنفس راضية يا اولاد، لا ما ينفعش. حتى لو الولاد قالوا حاضر يا بابا، فيها شبهة انهم خايفين على ابوهم يجرى له حاجة او يزعل. بما يرضي الله سيب يا عم الحاج البيوت زي ما هي، ولما بعد عمر طويل حضرتك يتوفاك الله، هم الاخوات بقى يوزعوا الميراث. فيجي الواد يقول لها بص يا اختي انا هشتري منك البيت وده بيتك وبيت اخوك، بس تصبري عليا شويه وماله ما يجراش حاجه، بص يا اختي تعالي ورثي ما يجراش حاجه. هي تروح لاخوها تقول له حبيبي ونور عيني ده بيتك يا حبيبي، واحنا اتجوزنا واتجهزنا واتكفلنا كمان وده بيتك، بس خد بالك ان انا اختك. وده شفنا له نماذج كتير، يعني شفنا له انا شخصيا عشت الحكايه دي، وشفت ان الاخوات اللي بيفضلوا مع بعض كده من يرضي الله ويفضل يروح يزور اخته واخته تجيله، بدل ما نقعد بقى شفت ابونا عمل فينا ايه. يا جماعه الميراث، الميراث ليس منا من المورث، الميراث حق الوارث الذي شرعه الله له. عشان اي واحد كده مخلف بنات ويجي يقول ايه ولاد اخويا اللي ما بيسالوش عني يورثوا فيا ليه، يا سيدي انت مالك، ربنا اللي قال ده، ربنا اللي قال ده. انت لو بتدفع مخالفه مرور ما بتروحش تفاصل فيها، تروحش تقول وانا مالي يا جماعه، فما بالك ان ربنا هو اللي امر. لكن جينا نقول بقى للي عنده خلفه بنات وخايف ولاده حد يرميهم في الشارع، قلنا له بيت السكنه الشقه اللي بناتك قاعدين فيها يحق ليك ان انت تكتبهم باسم بناتك، انما الفلوس اللي في البنك وما الى ذلك دي تتوزع ميراث بما يرضي الله ولا شبهه في ده. استاذه شيرين السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. اتفضلي. انا كنت عايزه اسال حضرتك بس على حاجه، يعني انا يعني في مشاكل بيني وبين جوزي. تمام. بس انا كان فيه يعني رؤيه انا شفتها، عايزه بس حضرتك تفصلها بسرعه يا ست شيرين لو سمحت. بمصيري. ها طيب معانا الست ام احمد. عايزه بس حضرتك وطي التلفزيون شويه يا ام احمد لو سمحتي. الو. عليكم. وعليكم السلام يا ست ام احمد، تحت امرك. ازيك يا شيخ اسلام؟ ازيك يا ست الكل، اتفضلي. كل سنه وانت طيب يابا. وحضرتك سعيده ومتهنيه يا امي، اتفضلي. بالله عليك تسمعني للاخر، ما تقفلش عليا السكه. يا ريت بسرعه يا ام احمد. قبل كده وقفلت عليا. ما بنقفلش على حد، يا ريت بسرعه، اتفضلي. بقول هو بيكلمني انا، بقول لحضرتك. اتفضلي. ابني ما معاش الا هو على ثلاث بنات. ماشي، وابوه بيغسل كله. وعنده القلب، وانا تعبانه، عنده سكر وعنده ضغط. مراته طلعت قاعده بتعصي علينا وطلع حطها في شقه بره. ماشي، بقى لها 5 سنين وسفرته الامارات. تمام. بيبعت لها كل شهر 10,000 جنيه.
وانا بالله 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 يا شيخ اسلام انا ولا اعرف لا كان معاه 10,000 جنيه ولا اعرف معاه اي حاجه. فماشيه في السوق مصاحبه ناس في السوق بتاع الدراسات عندنا مصاحبهم، فبقول لها يا بنتي بدل ما انت قاعده في السوق كده وقافله على اولادك الشقه روحي لم عيالك واقعدي جوه وجوزك ماهوش هنا. اه ماشي، وحط احمر وابيض والطرحه لنص شعريها وحاجه ما ترضيش ربنا. كملي. راحت رافعه ايديها وراحت عكاني بالقلم. يا ساتر يا رب. والله بالله ما بكذب عليك وحياه الرسول اللي حطت ايد عليا يا شيخ اسلام ما بكذب عليك، انا حد بتربيني. كملي. والله بالله ما بكذب. بس كملي بس كملي. المهم قامت ضرباني بالقلم وقامت واخده الست اللي هي مصاحبها بتاعت السوق دي وقامت طالعه الاسم تاني عندنا، قامت عامله لنا محضر سرقه بال 10,000 جنيه اللي امي بعتهم ليها. اه عملت لنا محضر سرقه، بعدها باسبوعين ثلاثه قطعت نفسها وراحت اشتكتنا انا وبنتي. الله. ببص لقيت الحكومه جايه لنا وبنتي بتوع التنفيذ ياخدوني. فبقول لهم مين اللي شاكيني وكده؟ قالوا واحده اسمها كذا كذا. اه مش عايزه افسر. فراحت شكتني اتحكمت عليها ب 15 يوم وبنتي 15 يوم. طب السؤال يا ست ام احمد، ربنا يهدي وابني رمى ابوه اللي بيغسل كلى وعنده القلب. السؤال 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 يا ماما، تعبانه. سؤالك ايه؟ تعبانه وعنده سكر وعنده ضغط. الف سلامه عليك. سؤالك الله يخليك. سؤالك ما انا بقول لحضرتك، بقول لحضرتك عقابه عند ربنا يهدي اللي رمى ابوه اللي عنده القلب وبيغسل كلى. طيب حاضر 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 يا ست ام احمد. مين؟ استاذ سيد. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بيك. حضرتك انا كنت بس حلفت الشيخ اسلام اللي انا قلت على الطلاق في الموضوع مراتي، يعني قلت على الطلاق لا طلبك. عليا ايه؟ عليا الطلاق يعني في ساعه غضب يعني قلت على الطلاق لا طلبك. اه حلفان يعني حلفت يعني كده. اه عاوز يا ريت النبي الرد عليه يعني. حاضر حاضر. عليا الطلاق لا طلبك. حاضر حاضر. وحضرتك برضو في سؤال تاني، ان عندي حماية يعني موضوع الوراث ينفع النفر يورث وهو عايش؟ لا. فياريت تجاوب لنا على السؤال. لا ما ينفعش يورث وهو عايش. حاضر. بعض الناس لما بقول ما ينفعش يورث وهو عايش يزعل قوي ويتضايق. يا جماعة ما حدش عارف مين هيموت قبل مين، ما حدش عارف ما يمكن حماك يتجوز ويخلف، ما حدش عارف ما يمكن زوجتك لا قدر الله تموت قبل ابوها فيبقى حقها هيقل عن كده شويه. فربنا سبحانه وتعالى سماه ميراث لمجرد موت الشخص، لكن طول ما هو عايش مفيش حاجه اسمها ميراث. في بقى هديه، في زياره، في عيد ميلاد هيجيب لها كده حته ما شاء الله حلوه كده ويخش عليها ويقول لها خد يا بنتي. انما حته ان اورث وانا عايش، يا جماعه يا ريت نقفل باب المشاكل ده بعد اذنكم. الست ام احمد، وانا فاكر ان انا جاوبتك يا ست ام احمد بس ما كنتش قلت التفاصيل دي كلها. انت قلتي لي انا كنت مريضه وابو وجوزي تعبان ولنا ابن في الامارات وما بيصرفش علينا، وانا فاكر سؤالي جدا جدا. مستجدات الامور بقى ان مرات ابنك ضربتك بالقلم وان مش عارف ايه، شوفي واضح جدا لو انت صادقه وكلامك صادق، واضح جدا ان انت ما كنتيش في اختيار زوجة ابنك. واضح جدا يعني انا مش مقتنع، مش ان زوجة ابنك بقى تضربك، انا مش مقتنع ان شخص سنه صغير يتجرأ على شخص سنه كبير مهما كان مهما كان، اتعلمنا كده وتربينا على كده. فجزء من المشكلة عند حضرتك انك ما اخترتيش كويس. حاجة تانية اللي انا اقدر اعمله ان انا ادعي لك ان ربنا يهدي لك ابنك ويصل لك امرك، لكن اي ابن بيشوف ابوه وامه محتاجين الى الانفاق ولا ينفق عليهم لن يهنأ في حياته ولن يهنأ في اخرته. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا يا جماعة، والله العظيم ديننا ده عظيم قوي، علمنا ان اي شخص عايز ربنا يبارك له في رزقه، عايز ربنا يبارك له في عمره، يصل رحمه. وصل الرحم بيبدأ من أول الكلمة الحلوة والدعاء بظاهر الغيب والإنفاق. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إن إحنا بنعمل لله. في حادثة الإفك لما تقولوا على أمنا عائشة، كان في واحد من الصحابة اسمه مصطح بن أثاث، ومصطح بن أثاث كان قريب لسيدنا أبو بكر الصديق، وكان سيدنا أبو بكر الصديق بكل هدوء كده عامل له مرتب شهري علشان هو من أهله وفقير، فبدل ما كل شويه يجي ياخد منه قرشين فيجي ياخد مجموعه من الفلوس من عند سيدنا ابو بكر ويصرفهم وبعد شويه يجي ياخد الباقي. فلما مصطح بن أثاث عمل مشكله، لقى ناس قاعدين بيتكلموا في الحادثه اللي حصلت لسيدة عائشه، فراح متكلم معاهم. ولازم كل برامج توك شو تنتبه لده،
ان الترويج لامر ليس صحيح جريمة عظيمة. انك تقعد تقطع في موضوع ليس صحيح ولم تتحقق منه جريمة عظيمة اسمه اشاعة الفاحشة، اسمه تشويه الناس، ودي جريمة. فسيدنا ابو بكر لم يكتفي بالعقاب الذي فرضه الله على هؤلاء الذين روجوا لهذه الشائعة، ولكن قال اعطيه من مالي ويتكلم في عرضي والله لن اعطيه ثانية. فنزل القرآن يربي ويعلم ويأدب ويقول ولا يأتني أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، يعني يا سيدنا أبو بكر أنت تخرج هذا المال لله. وكان مصلح طبعا تراجع عن هذا الأمر واستغفر الله وعاد، لأنه من خيرة الصحابة من الذين شهدوا بدر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد في الموضوع أن صلة الرحم يا جماعة من أهم العبادات اللي احنا محتاجينها. صلة الرحم دي بقى تمتد لغاية أستاذي اللي علمني، أستاذي اللي علمني ده من جملة وصل الرحم، عشان ما اسمعش عن مدير مدرسة بينتهك عرض أطفال في الكيجي ده مجرم، أو طالب بيمد إيده على مدرس، المدرس ده من جملة الأرحام اللي لابد الإنسان يصلها. كانوا بيعلمونا كده إنه صاحب فضل عليك وإنك بتصل الرحم لأنها من أصحاب الفضل عليك، إذا كان أبوك أو أمك أو عيلتك، لأنك بتعتز بعائلتك فتجد فخار بهذا الأمر. فلا يا جماعة، في نقط نظام، نقط نظام محترمة جدا عمرنا ما سمعنا عند الجماعة البسطة بقى، الجماعة اللي هم الفلاحين اللي عايشين كلهم في بيت واحد أيام ما كانوا زمان كده، عمرنا ما شفنا عن بنت علت صوتها فوق حماتها. يبقى القضية مش قضية دين، القضية قضية انفتاح زايد، سلوكيات اتأثرت، لازم نشتغل على السلوكيات. طبعا السلوكيات من جزء من لا يتجزأ عن الدين، لكن ما تخلوناش نحمل الدين كل حاجة، ما تخلوناش نيجي على الدين زي ما بنقول، لان الدين بينا ومن غيرنا محفوظ. هو ربنا قال انا نحن نزلنا الذكر وانا لولا حافظون، بينا ومن غيرنا الذكر محفوظ، لكن لو احنا ساعدنا في حفظ الذكر ربنا يدخلنا في جملة الحفظ. يعني ما كناش نسمع قديما طبعا ايام العشرينات بقى والتلاتينات، ما كناش نسمع عن طالب يمشي في شارع مدرسه ماشي فيه. انا كنت بستغرب اول لما كان والدي يحكي لي الحكاية دي كنت استغرب جدا، لك يا اصلي كنا بنتكسف، كنا بنتكسف نمشي من. دلوقتي بقينا نسمع عن طالب بيولع سيجاره قدام استاذه. اذا القضيه مش قضيه دين، وده باب تطرف برضه. اولى بوابات التطرف ان تتحطم القيم، ان القيم تتحطم، ان التلميذ يشوف ان هو استاذ واحد، ان الولد يشوف ان هو ابوه واحد. انا رايي يمشي على رايك، ايه يعني انا ليا حريه؟ الحريه بتقول كده؟ لا، الحريه مقيده، الحريه مقيده، شاء من شاء وأبى من أبى. مش مقيدة عندنا بس عشان احنا متدينين، مقيدة في كل الأماكن. يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد لما عرف ان الكفار جايين يغيروا على المسلمين، عمل اجتماع وسأل الناس ايه رأيكم نخلي المعركة في المدينة ولا نطلع على حدود المدينة؟ المشايخ الناس الكبار قالوا يا رسول الله نبقى في المدينة، احنا عارفين المدينة وبتاعه، ونبقى في قلب أرضنا. والشباب قالوا يا رسول الله لا، نطلع على أطراف المدينة علشان نبقى مأمنين حدودنا. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سمع دول وسمع دول، دي حرية ولا مش حرية؟ حرية، لكن مين اللي هياخد القرار؟ سيدنا رسول الله. إذن الحرية مقيدة، الحرية أبدا عمرها ما كانت مفتوحة. الحرية لو بقت مفتوحة تبقى همجية، يعني أي واحد يعمل لك أي حاجة كده، أي كلام فاضي معقول، وأي مشهدين وأي مش عارف حركتين وبتاع، ويقول لك حريتي يا سيدي، ده 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 ده, ده خادش للحياة، يقول أنا حر. لا، الحرية لو بقت مقيدة تبقى همجية، إنما الحرية لو بقت مفتوحة يعني ملهاش سقف تبقى همجية. لكن الحرية مقيدة بحيث إن أنا أبدي رأيي وأبدي حيثياتي ويبقى في مرجعية ليا بعد كده تقر ده، وده عمره ما كان حجر، ده حفاظ على توازن المجتمعات. معاكي مين؟ يا أم محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا ست أم محمد. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ أهلا بحضرتك يا ست أم محمد، أمريني. الأمر لله وحده، أنا أفكر بفضيلة الشيخ، أنا جوزي عنده أمراض مزمنة، عنده ضغط وسكر وقلب ومولود بكلى واقف. تمام. ومعايا طيب لو تكرمت يا ست محمد، اربع اولاد. طب علشان مخطوبه وفهم بنت مخطوبه نفسي اتجوزها. امنا الغاليه لو سمحتي عشان وقت البرنامج بس سيب لنا رقم تليفونك. اه
واحنا تحت امرك حاضر لو حد اتواصل معانا. ويعني رجائي لحضراتكم، انا طبعا نفسي اتمنى ان انا اساعد كل حضراتكم، بس يعني هطلب من حضراتكم طلب، لو في مساعدات يا ريت نسيب الرقم بتاعنا في الاعداد، علشان احنا اساسا برنامج علم عشان الناس تستفاد من الوقت. يعني ان شاء الله في اشخاص بيتواصلوا معانا يقولوا لو عندكم ارقام مساعدات احنا تحت امركم، فياريت اللي عنده مساعده الاستاذه منى هترد على حضراتكم، تسيبوا رقمها، تسيبوا رقمكم، وان شاء الله هنحاول الارقام دي اللي يتواصل معانا عشان بس نقدر نستفاد باكتر قدر من الاسئله في التخصص بتاعنا. ربنا يبارك فيكم ويفرج عنكم يا رب العالمين. هنكمل بسرعه في موضوع اسرار الاجابه. هقول حاجه مهمه جدا، شيء خطير احنا بناخدش بالنا منه واحنا بنطلب الإجابة، تحري الحلال. تحري الحلال دي قضية عظيمة جدا، بعض الناس فاهمة تحري الحلال غلط، فاهمة انه اتحري حلال ان انا ما بسرقش. لا، الرشوة حرام، اخذ اي مال بدون وجه حق حرام ايا كان الشكل، عدم الاتقان في العمل حرام، اني اشوه الاشخاص ده مش تحري حلال على فكره، ده من جمله الحرام اللي بيتاخر الدعاء، اني اقصر في حق ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك سيدنا النبي بيقول لنا ان اللي بيتجرأ على الحرام فقد سر الاجابه، بدليل انه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في حديث من احاديثه، ذكر رجلا يطيل السفر، السفر من الامور التي لها سر في الاجابه، يعني المسافر لما بيدعي لانه انقطع به الحال باهله وترك ماله وما الى ذلك، فربنا سبحانه وتعالى بيرحمه فيجعل دعاء المسافر مستجاب. فذكر الرجل يطيل السفر اشعث اخبر، يعني بلغ به الجهد من كتر السفر، وده ادعى انه يجاب له، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغزي بالحرام فأنى يستجاب له، ده فقط سر الإجابة. يقعد يدعي بقى من هنا لغاية السنة الجاية، ليه؟ لأن أساسه حرام. فكانت الكلمة الشهيرة أطب مطعمها كتكن مستجاب الدعوة. إطابة المطعم مش بس إني أكون مش ما أكونش جايبه من سرقة، ممكن واحد يحط إيده على ميراث أخوه أو أخته، ده مش حلال، ده حرام. ممكن واحد ياخد قطعة أرض مملوكة للدولة بدون وجه حق، ده حرام، وبيصلي وبيصوم وبيحج. فلا بد في سر من اسرار الاجابه انك تتحرى الحلال. معانا مين يا استاذه منى؟ طيب نكمل بسرعه كده كمان من اسرار الاجابه بقى، انك كمان تختار الوقت اللي تدعي فيه. في احنا قلنا في حاجه متعلقه بالشخص نفسه، انه يسارع في الخيرات، وانه يدعي ربنا رغبا ورهبا، وانه يكون خاشع في دعائه، وانه يتحرى الحلال. من أسرار الإجابة المتعلقة بالوقت، في أوقات كده لها إجابة من غير أي نقاش ومن غير أي مجاملة ومن غير أي حاجة. التلت الأخير من الليل اللي احنا بنسميه قيام الليل، لأن يعني بعض الناس مفكرة إن قيام الليل أي نعم إيه سنة، يا شيخ ده سنة يعني نعمله؟ هو سنة مفيش شك، لكن اللي يقوم به ربنا سبحانه وتعالى يعطيه سر من أسرار الإجابة. ولذلك سيدنا جبريل في الحديث المشهور اللي جه لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له فيه، اعلم أن شرف المؤمن، إيه شرف المؤمن؟ قيام الليل، قيام الليل، لأن قيام الليل عبادة سرية بين العبد وربه، ومفيش حد شريف يفضح سره، فدايما كده يبقى بيخلو بربه، يتلذذ مع ربه، يتلذذ بأنوار ربه، فأصبح شرف المؤمن قيام الليل ولو ركعتين. وأفضل وقت تؤدي في قيام الليل التلت الأخير من الليل، اللي هو قبل الفجر بساعة مثلا أو ساعة ونص. ليه؟ لأن في الوقت ده ينزل ربنا إلى السماء الدنيا ينادي على عباده، هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ ده ربنا اللي بيطلبك، ده ربنا في الوقت ده هو اللي بينادي عليك، ده ربنا اللي بيقولك هات لي، تعالى اجبني. نعم يا استاذه منى. استاذه منى بتلحقني بقى بتقول لي طب ما ينفعش نخلص قيام الليل بعد سنه العشاء، بس انت بتسهري يا استاذه منى. طيب احنا بنقول افضل وقت، افضل وقت اللي هو التلت الاخير، لكن افرض انا صليت العشاء وصليت السنه بتاعه العشاء وقلت بعد كده يا شيخ اصلي ركعتين واصلي ركعه الوتر ويبقى كده، هل ده يحسب قيام ليل؟ يحسب قيام ليل، لكن احنا بنتكلم في افضل الاوقات، احنا بنتكلم في افضل الاوقات، قيام الليل من بعد العشاء لغايه قبيل الفجر، من بعد العشاء الى قبيل الفجر، لكن احنا بنتكلم دلوقتي في ايه؟ في اسرار الاجابه، انك عايز استجاب لك تتحين وقت ما،
الوقت ده اللي هو التلت الاخير من الليل، اللي هو في ناس كده عندها الحاله دي ربنا يبارك فيهم يا رب العالمين، تلاقيه قبل الفجر كده عينه تفتح لوحدها من غير منبه ولا اي حاجه، لانه سستم نفسه على ده. فربنا بيقول عنهم في القران تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم رغما ورهبا. بيقوم مش قادر ينام، على الرغم من ان الفراش دافئ لو هو في ليله ساقعه ولا حاجه وانه فراش مريح، لكن خلاص نداء ربنا موجود. معانا مين يا استاذه منى؟ استاذه فوزيه السلام عليكم. السلام ورحمه الله. اهلا بحضرتك. اهلا بك يا فندم. اتفضلي يا استاذه فوزيه. الو. مع حضرتك اتفضلي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا سامع حضرتك، اتفضلي يا ست فوزيه. ايوه يا فندم. سؤالك يا فندم. يا شيخ اسلام. مع حضرتك اتفضلي. والنبي لو سمحت يا شيخ اسلام. اتفضلي معاك. عايز اقول لك على حاجة كده. قول يا ست فوزية. انا ليا ابني الكبير. الو. الو. قول يا فندم سامعك. ابني الكبير. مبسوط ومعاه فلوس كتير جدا. تمام. وما بيسألش عني، أنا ست عندي 72 سنة. ما شاء الله. ربنا يخليك، وعندي القلب والسكر والضغط والأعصاب، وما بيسألش عني حتى لو بمكالمة التليفون. تمام. عقابه إيه عند ربنا؟ طب حاضر. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب يا ست فوزية، حاضر حاضر حاضر. أستاذة آيات السلام عليكم. وعليكم السلام، إزيك يا شيخ إسلام؟ أهلا بيك يا أستاذة آيات، اتفضلي. انا ليا سؤالين. اتفضلي. حضرتك قلت الدعاء مش مستجاب انا دايما بدعي ربنا كتير بس مش بحاسه كده ان انا مش مستجاب. ده انا عامل الحلقه دي مخصوصه عشان السؤال ده يا ايات، ان انا بدعي. انت عامل عشان كده. انا دايما يعني جيني عطشان كده، يعني الموضوع اتقفل مش عارفه ليه، يعني بمجرد ما يتفتح مجرد على طول، لان بابايا يرفض على طول من بره، لان انت يعني وحيده باباكي يا ايات. انت وحيده باباكي؟ لا انا معايا ثلاث اولاد. انت البنوته الوحيده يعني؟ ايوه. كملي، انا عرفت ليه الموضوع بيتقفل. ده اول سؤال. تاني سؤال، هو ليه بنسمع حاجات غريبه؟ مرت عمي يعني تقول يعني قالت لجوزها ان هي محرماك، اتعرف مع بعض وكده، يعني جايت له محرمك. تحرم عليا. ايه؟ قالت له انت مين اللي بيحرم الراجل؟ الست ولا الراجل؟ ما هو الايه اتقلبت يا ايات، ما هو للاسف الايه اتقلبت. حاضر ماشي، شكرا خالص. شكرا جدا، مش خالص بس. هبتدي بالسؤال الثاني. ايات بتقول لي ايه؟ بقينا نسمع حاجات غريبه. بصوا، بقينا نسمع عن ست بتحلف بالطلاق. جالي سؤال، ده سؤال غريب جدا، واحد بيقول لي مراتي قالت عليا كذا مش عارف ايه. وبقينا نسمع عن واحده تقول لجوزها تحرم عليا او انت متحرم عليا. اولا الست اللي تقول لجوزها انت متحرم عليا اي كلام، ده كلام اي كلام، ولا متحرم ولا اي شيء، لان الضار خاص بالرجل، حكم خاص بالرجل. ليه؟ لانه بعد كده لما يحب يرجع في الظهار بيدفع دم قلبه ككفاره او كغرامه علشان خاطر يرجع. انما المراه ليس من حقها ان تحرم زوجها على نفسها، ولو قالتها كلام اي كلام ملوش اي ولا اي قيمه. حاجه الثانيه اللي الست التي تقول لزوجها علي كذا، اللي هو بيقوله الرجل يعني، برضو اي كلام، بس ده يديك مؤشر خطر، السلوكيات في خطر يا جماعه، خلونا ننتبه. ده يديك مؤشر خطر، شرعا لا يترتب عليه اي حكم، لكن السلوكيات في خطر، ما كناش بنسمع عن ده. اذا في حاجه غلط لابد ان احنا ننتبه ليها. ايات بقى كمان بتقول انت بتتكلم عن الدعاء وانا بدعي ربنا، وهي واضح ان هي يعني لسه بنوته وعايزه تتجوز، فبتقول لما بيجي حاجه بابا بيخلصها من بره كده. مش فبعض اولياء الامور لما يكون عنده بنت وحيده بيحس ان هي الدنيا كلها، بيحس ان محدش يستحقك، انت بنت ابوكي، وللاسف هو اللي يخليها يا عيني تقعد فتره كبيره من غير جواز. يا جماعه، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش حد يتخيل انه هيجوز السيده فاطمه. ما كانش حد يتخيل ابدا ان السيده فاطمه دي تحديدا هتتجوز وتسيب سيدنا النبي. الا ان وجدنا سيدنا النبي بيدينا درس، فانه هو بيجوز السيده فاطمه اختار لها سيدنا علي ابن عمه، من الاخر كده اللي رباه على ايده، سيدنا النبي ربى سيدنا علي على ايده كده، قاعد في بيته يتربى.
ولما جه سيدنا علي حب يتجوز على السيده فاطمه قالوا لا، سيدنا رسول قالوا دي بنتي. عشان بس الناس اللي يقول لك اصل انتوا يا مسلمين يا متدينين بتقولوا ان الراجل لازم يتجوز على بعضها، مش لازم. سيدنا علي قالوا لا خد بالك دي بنتي، دي عامله زي امها خديجه، ما حدش يتجوز عليها ابدا، ولذلك ما اتجوزش عليها لغايه ما ماتت. يعني سيدنا علي له ابناء من غير السيده فاطمه، لكن لما حب يتجوز على السيده فاطمه سيدنا النبي قال له لا بنتي لا بنتي لا. ولذلك بنقول من حق الزوجه اللي زوجها هيتجوز عليها هو مش مطالب ان ياخد اذنها، يعني مش مطالب انها تقول له انا موافقه او تكتب له موافقه اوافق، لا. لكن من حقها اذا كرهت العيش معه على ضره اخرى انها تنفصل عنه، وده قمه الانصاف في الاسلام. لكن طبعا هو مش مطالب ان هو ياخد منها اوافق، لا. لكن في نفس الوقت هو مش بيستعبدها، اذا كرهت هذا الامر لها ان تنفصل. كان معانا سؤال من اخونا سيد قال لمراته علي الطلاق لا طلقك وما طلقتهاش، كويس ان انت ما طلقتهاش، وانا اعتبر ان هذا يمين. وحضرتك يا استاذ سيد لما تيجي تحلف بعد كده تقول والله يا جماعه الايمان ما خلصتش، احلف باي حاجه قول والله بلاش علي الطلاق. لان بعض الرجاله بتجد انه من الرجوله انه يقعد في اي مكان يقول علي الطلاق، لا على فكره دي مش من الرجوله، ده يستدعي لك اللعن. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله كل محلاف مطلاق، اللي يقعد يطلق في كل حته واللي حلفانه كتير زياده عن اللزوم. انت عايز تحلف احلف بالله، وبعدين هذا سنعتبره من جمله الايمان وتكفر عنه باطعام 10 مساكين ان شاء الله. وربنا يا ربي يحفظ بيوتنا ويحفظ اعراضنا ويحفظ نسائنا. يا ام محمود السلام عليكم. يا ست ام محمود السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بيك يا ستي. انا لو سمحت انا يعني ام جوزي توفت عليها رحمة الله. مين بك؟ الله يرحمها. قول يا ست ام محمود. ايوه راح توفت. فانا يعني جاتني في المنام ومعاها ابن واحد بس ومعاها بنتها من راجل تاني. فانا عايزه اشوف يعني جاتني في المنام بتقول لي بنتها اميني معروف اميني معروف سامحي خلي اخوك يسامحني قولي لخالك لو سمحتي اميني معروف. طيب هي كان في مشكله بينها وبين خالد؟ طيب هو تليفونها قطع. بصوا يا جماعة يعني في المجمل عندما يأتي الميت في المنام يستغيث من شيء، ده معناه انه يعني الى حد ما اعماله فيها مشكلة، فنتصدق على روحه او ندعو له او نستغفر له، او لو في مظلمة واحنا قادرين نسامح نسقطها. فانا بقول لك اعملي معروف قولي لخالد يسامح لو هي عندها مشكلة. ربنا يرحمها يا رب العالمين. خلونا نرجع لأسرار الإجابة ونقول إن من الأوقات اللي مدعاة فيها سر الإجابة يبقى مقبول إنك تدعو بين الوقت ده، مهم جدا الوقت ده مهم جدا، بس مش هنقول عليه غير لما ناخد سناء. أستاذ سناء ألو يا أستاذ سناء ألو يا ام فرحه. اهلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بيك يا ام فرحه. يا شيخ اسلام عامل ايه؟ اهلا بيك يا ست ام فرحه، اتفضلي. يا شيخ اسلام انا والدتي ما كلمك من 15 يوم يعني ان احنا خدنا قرض يعني مش قادره ادفعه يعني متعثره في دفعه، فاللي هم بتوع القروض بيجوا فمش قادره ادفع يعني بيقولوا هروح اشتكيكي وكده. طيب لو سمحتي جددي رقمك مع الاستاذه منى يا ام فرحه، وان شاء الله لو حد تواصل معانا هنخليه يتواصل مع حضرتك. من الاوقات المهمه جدا في استجابه الدعاء وهي سر من اسرار الاجابه، خد بالك بقى، ان تدعو بين الاذان والاقامه. يعني وانت رايح المسجد كده جميل وامور ومتوضي كده وزي الفل، عشان تعرف بس قيمه المسجد فين، عشان ما حدش يقول ما اصلي في اي حته. المسجد له سر، مش هقول لك ان صلاتك بره المسجد مش مقبوله، لكن في اوبشن مش هتاخده غير في المسجد، في اضافه كده انك تتوضى
وتروح الجامع وتقعد في المسجد كده، والراجل بعد ما يخلص أذان تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، بعثه اللهم مقام محمود الذي وعدته، وتصلي على رسول الله، ثم تدعو لغاية الإقامة. سيدنا النبي قال أن هذا وقت لا يرد فيه دعاء. الله 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 الله، وده إكراما بقى للذي يذهب إلى المسجد، والذي تعلق قلبه بالمسجد، واللي أصبح يعلم حق الله تبارك وتعالى. ده بالنسبة للأوقات. في حال بقى حضرتك في حاجة مرتبطة بالأحوال، إنك تكون كثير الذكر، على طول ذكر ربنا على لسانك. ليه؟ لأنك لما بتذكر ربنا سبحانه وتعالى بيذكرك. ربنا بيقول إذا ذكرني عبدي في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه. يعني لما تذكر ربنا بين البشر يذكرك بين الملائكة، وعندما يذكرك بين الملائكة كل ما أنت بتقول إيه؟ سبحان الله. فربنا يقول للملائكة ذكرني عبدي، سبحان الله، ذكرني عبدي فلان. فالملائكة تعرفك بذكرك. فبعد شوية ربنا سبحانه وتعالى يقول للملائكة أحب عبدي اللي بيذكرني كتير ده، أحب عبدي، يا ملائكتي أحب عبدي هذا. فيحب الملائكة هذا العبد، ثم ينادي ربنا بعد ذلك على الملائكة قولوا لعبادي يحبوا عبدي. فتجد أن العباد ربنا بيسخرهم لخدمتك، فلما تكون في مشكلة تجد أن العباد يدركوك، وفي الأساس انك كنت ملتزم بذكر ربنا، فربنا ادك سر الاجابه. خد الجمال بقى بتاع سر الاجابه. سيدنا عمر بن عبد العزيز وهو على فراش الموت، الناس دخلوا يقولوا له يا امير المؤمنين قل لا اله الا الله، قل لا اله الا الله، قل لا اله الا الله. فقال لهم، بص لهم كده وبص للسماء وقال يذكروني بك وجمالك في وجهي وحبك في قلبي وذكرك على لساني، فمتى نسيتك حتى أذكرك. عمر بن عبد العزيز قالوا عنه أن الذئاب كانت ترعى مع الأغنام لشدة عدله وورعه وإيمانه. شفت الذكر عامل فيه إيه؟ وهو على فراش الموت لن ينصرف عن الله. أقولها لك تاني. قالوا له قل لا إله إلا الله، فنظر إلى السماء وقال يذكروني بك وجمالك في وجهي وذكرك على لساني وحبك في قلبي، فكيف تغيب يا الله؟ كيف يغيب ربنا عنك؟ كيف تغيب؟ لا أتوقع حياة إنسان بدون هواء أو بدون طعام أو بدون شراب، كذلك لا أتوقع حياة قلب لم يكن لهذا القلب لله فيه نصيب. القلب الذي فقد حق الله فيه قلب ميت، قلب لاهن، قلب غافل، قلب غير مؤتمن، قلب تخشى أن تتعامل مع صاحبه. ولذلك الذكر سر من أسرار الإجابة. شوف الجمال بتاع الذكر ده كمان. سيدنا أحمد بن حنبل وهو من العلماء المشهورين، عالم في الحديث والفقه، كان زمان العلماء يبقوا مشهورين باسمهم، يعني يبقى معروف ان في عالم في المكان الفلاني اسمه كذا، لكن ما كانش زي دلوقتي تعمل لك حلقه في التلفزيون فالناس كلها تعرفك، وانت ماشي في الشارع تلاقي الناس بتسلم عليك تقول لك اهلا يا فلان. فكان زمان العلماء معروفين باسمهم، فلما كان يروح مكان ما حدش يعرفه، لدرجه انه الامام احمد بن حنبل في مره دخل مكان فبيقول واحد من انت؟ قال انا احمد بن حنبل. فسيدنا احمد بن حنبل شك في نفسه، قال ومن اكون وانا؟ قال من انت؟ قال انا احمد بن حنبل. قال وهل لا يوجد احمد بن حنبل غيرك انت يعني؟ فكان الناس ما يعرفوش غير الاسماء. الامام احمد بن حنبل في يوم سافر من مكانه الى مكان، فما كانش فيه فنادق وما كانش فيه اي حاجه، فدخل المسجد، صلى في الجامع، وكان على ايامهم ما كانش الجامع بيتقفل ابدا، على طول 24 ساعه مفتوحه. فعندما صلى وانتهى من صلاه العشاء جاء خادم المسجد او المتعاهد المسجد او الذي يقفل المسجد وقال له اخرج. قال أين أخرج؟ أنا غريب عن هنا. قال أخرج، قال أصلي. فصلى وقعد شوية كمان فقال أخرج، فما خرج. فجره الرجل جرا إلى خارج المسجد، جره من رجليه كده لخارج المسجد. فالإمام أحمد بن حنبل ما لقاش مكان فجلس
على عتبة المسجد، جلس على عتبة المسجد، فقال له ولا على عتبة المسجد. نطلع فاصل ونشوف الرجل عمل ايه مع سيدنا الامام احمد بن حنبل. اللهم صل وسلم عليه يا حبيب الله. رب صلي على الحبيب المصطفى وارزقنا سعيا بين المروة والصفا. رجعنا لحضراتكم ونشوف الامام احمد بن حنبل عمل ايه. رجل دخل يصلي في المسجد، جاله المتعهد بتاع المسجد اللي بيرعى المسجد، قال له خلاص قفلنا يا سيدي الجامع ما بيقفلش، ما فيش جديدة دي بالنسبة لنا. فراح واخد الامام احمد بن حنبل من رجله يجره الى خارج المسجد، فالامام احمد قعد على عتبة المسجد، فجاله رجل قال له ولا على عتبات المسجد. ايه يا عم في ايه التلاكيك دي؟ ده حاجة غريبة جدا. فأخذ بقدم الإمام أحمد وجره إلى منتصف الطريق، واقف فاتح قدام الـ 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 المسجد مخبز، رجل عجان يعجن العجين ليبيع للناس. فرآه فرق لحاله، الرجل ده شاف الإمام أحمد بيحصل فيه كده ما يعرفوش، فرق لحاله فقال يا هذا أضيفك عندي إلى الفجر وبعد الفجر تنصرف. فالإمام أحمد شكر وبتاع، وابتدى الإمام أحمد وهو قاعد يرتاح لاحظ حاجة غريبة جدا، إن الرجل ده طول ما هو بيعجن عمال يذكر ربنا، لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. فالإمام أحمد سأله قال له أما يا هذا أما تمل من كثرة الذكر؟ قال له أصبح كأنفاسي، يعني عامل زي النفس كده، في حد بيتعب وهو بياخد نفس وداخل خارج، ده لو ما عملش كده يموت. فبيقول له يعني أصبح ده حياتي، الذكر ده أصبح حياتي. قال له وما علامة هذا الذكر؟ يعني كل شيء له علامة، الواحد اللي بيعصي ربنا بيبان عليه علامة، وشه ما بيبقى عابس ما فيش قبول بتاع، الواحد اللي بيذكر ربنا وشه بيبقى فيه نور ما إلى ذلك، علامات يعني دلائل. قال وما علامة ذكرك؟ إيه علامة ذكرك؟ قال ما دعوت الله بشيء إلا وفاه لي، إلا دعوة واحدة، إلا دعوة واحدة بس نفسي فيها وما حصلتش. قال له وما هي دعوتك؟ قال أن أرى أحمد بن حنبل. قال بها جاءك أحمد بن حنبل يجر من قدمه. ربنا جاب احمد بن حنبل بيتجر من قدمه عشان قدر. انا دلوقتي عرفت ليه الراجل بتاع الجامع عامل معايا كده. قال بها جاءك احمد بن حنبل يجر من قدمه. انك تذكر ربنا كثيرا والذاكرين الله كثيرا، شوف ربنا قال ايه، مش والذاكرين والذاكرات، قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فرق كبير قوي بين اللي قلبه فيه ربنا واللي قلبه ما فيش ربنا. معك مين يا أستاذ أمنا؟ يا أم مريم السلام عليكم. أم مريم السلام عليكم يا أم مريم. طيب معك مين تاني يا أستاذ أمنا؟ أستاذ محمد، يا أستاذ محمد. ألو أستاذة إيمان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا أستاذة إيمان. لو سمحت كنت عايز أسأل حضرتك في حاجة ما فضلتش. اتفضلي يا ست إيمان. انا متزوجه بقالي حوالي 11 سنه من جوزي، ما حصلش بينا خلفة انا اطفال، فجوزي اتجوز واحده تانية انجب منها ولد، حصل بينهم مشاكل وانفصلوا عن بعض يعني. هي الوقت حاليا يعني بتقول له هو بني بيت وعنده فلوس وعمال يعني كده مبسوط، هي بقى بتقول له ان كل حاجه دي بتاعت ابني والورثه دي بتاعت ابني وكل حاجه دي بتاعت ابني. هو عايز يكتب لي، انا كنت انا طالبه منه يعني مقابل مثلا عشان ما حدش يطردني من البيت او ما حدش يقول لي امشي ولا الكلام ده، ان هو يكتب لي الشقه بتاعتي اللي انا قاعده فيها. فهل ده حرام ان هو يكتبها لي؟ لا مش حرام. هو عنده بيت كامل ولا عنده شقه واحده بس؟ لا عنده بيت 6 ادوار. يجوز انه يكتب لك شقه ويبقى جزء من مهرك او جزء من تامينك، عادي جدا. بس انا بقول له، بيقول لي لا انا سالت الناس وقالوا لي حرام. مسال مين؟ استحاله استحاله يكون سال حد. بيقول لك لا ما تكتبيش حاجه لحد. لا بصي بس هقول لك على حاجه، انت كده 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 ليكي توم اللي هيسيبه جوزك، كده كده ليك التمن اللي هيسيبه جوزك، يعني بيه من غيره ليك التمن، لكن يجوز للزوج ان يكتب لزوجة ان يكتب لزوجته دار السكنة التي يعيش فيها، يجوز جدا وما فيهاش اسم وما فيهاش شبهة اي حاجة،
ويبقى جزء من مهره، عادي جدا عادي جدا ان كان يقصد بذلك تامين زوجته. احنا مش هنخش بقى في النوايا. اما اذا كان يقصد حرمان شخص او ما الى ذلك فدي لها 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 سكتها، هو حسابه مع ربنا سبحانه وتعالى. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الصحابه وهو على فراش الموت فقال: يا رسول الله اتبرع بكل مالي، اتصدق بكل مالي؟ فقال له رسول الله: لا. فقال له: اتصدق بثلثي مالي؟ فقال له رسول الله: لا. فقال له: اتصدق بثلث مالي؟ قال له رسول الله: نعم. لان يترك احدكم اوصياءه او من خلفه اغنياء خيرا من ان يتركهم فقراء يسالون الناس او يتكففون الناس. فاني اكرم زوجتي اللي ملهاش حد من بعدي، واني اعطيها الشقه اللي قاعده فيها، مش هكتب كله باسمها عشان ما حدش بس يفهم غلط، الشقه اللي هي قاعده فيها، دار الزوجيه، محل الزوجيه، اكتبه اسمها، ماشي مفيش مشكله خالص. وهو حر طبعا، مش هنقدر نجبره. نعم. استاذه محبات السلام عليكم. ايوه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا يا ستي. اهلا بحضرتك يا ستي، تحت امرك. الله يبارك. ليه طلب بالحاح؟ اتفضلي. وليه سؤال الطلب، ان انا من اشد المعجبين بالشيخ احمد عامر اللي بيجيبه دريب. بتجيبه الصبح. تمام. انا كنت معاه متابعاه من ايام ما كان بيجي على الشاشه ولا بس قميص بنصكم. عياله عياله واحفاده وجيرانه كل متابعينه الصبح دوا بيبقى يا اما في السوق يا اما في الشغل. فانا عايزه معاه بيبقى معادك اجازته تبقى الجمعه وكل يوم مثلا بيجي الساعه 4. ده طلب بالحاح. طيب. السؤال الثاني الله يبارك لك، هل المتوفي لو اهله صوتوا عليه ده العذاب يتعذب الميت؟ ده سؤال. حاضر. هل في حاجه ثانيه بيقول لك لما يجي المولود بيزغرطوا له وما بيموت بيصوتوا عليه؟ هو انا مش عارفه يعني المثل بيقولوه ازاي، هل ده صح لازم يصوتوا على الميت؟ طيب. هل الميت بيتعذب وهل الميت بيتعذب صح؟ حاضر يا ست محبات، حاضر، وصلت رسالتك. احنا من هنا بس بنوجه تحيه لفضيله الشيخ احمد عامر الذي يعلم الناس القران، وده سمت اهل القران ان الناس تشير اليهم، حتى وان كان بعض الناس يعني لك ايه يا عم ده وبتاع، لا هو القران، اهل القران دايما مقدمون يا جماعه، اهل القران دائما مقدمون. كان ليا شيخي كان حلم عمره وحلم عمري انا كمان ان انا اصلي جوه الكعبه، جوه الكعبة، انك تخش جوه الكعبة، ودي ان شاء الله بتبقى متاحة بس يعني على اضيق الظروف. فشيخي ده كان بيشتغل في السعودية، كان بيدرس في السعودية، فكان معاهم قارئ، فكان يستحي انه يدخل الحرم قبل القارئ، كان يستحي جدا انه يدخل الحرم قبل القارئ، والقارئ يبص له كده يقول له اتفضل يا استاذنا الدكتور، يقول له لا يا مولانا اهل القرآن مقدمون، ويقدم القارئ. فالناس يستغربوا يقولوا يعني انت العالم هو القارئ؟ فقول لهم اهل القران مقدمون. ففي يوم من الايام كان في حد هيخش جوه الكعبه يصلي، فجت هذه الدعوه لاحد الاشخاص فاعطاها لشيخي، فشيخي قال له انت احق الناس بها، قال له يا مولانا اهل القران مقدمون، من يفعل الخير يجنيه ومن يصنع الشر يقع فيه. شوف هو كان بيقدمه في دخول الحرم، ده قدمه في دخول الكعبه. وتخيل بقى ان انت جوه الكعبه ولا قبله داخل الكعبه، جوه الكعبه بقى مالكش قبله، انت جوه الكعبه في السنتر، في اماكن انت يقينا جلس فيها رسول الله، كان يحبها رسول الله، كان يجلس داخل الكعبه، كانت انت على حضرات رسول الله عندما يصلي داخل الكعبه. فيعني كل اهل القران بامر الله المخلصين منهم مقدمون. طيب. نعم استاذه منى. طيب استاذ سامي السلام عليكم. السلام عليكم. الو الو، اهلا بك يا استاذ سامي. السلام عليكم. ازيك يا استاذ اسلام؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بحضرتك، اتفضل. استاذ اسلام لو سمحت بنسال ربنا سبحانه وتعالى خلقنا من الطين. نعم. خلق معاك. ايوه ربنا خلق الانسان من الطين. نعم. وخلق الجن من النار. نعم. هل ده السؤال ده ممكن يتسال ولا ما يتسالش؟ وايه السبب؟ طيب حاضر حاضر، سؤال مهم جدا.
طيب هجاوب على السؤال ده بس علشان الوقت لو دهلنا نبقى جاوبنا عليه. هو اخونا سامي بيقول ربنا سبحانه وتعالى خلق الانسان من طين وخلق الجان من نار، فينفع اسال هو ليه، هو ليه ربنا عمل كده؟ من حيث انه ينفع تسال، ده لازم تسال، من حيث ان احنا نجاوب هنقول الاجابه. يا جماعه احنا لازم نقتنع ان ربنا سبحانه وتعالى خالق وليس مخلوق. ربنا سبحانه وتعالى خالق وليس مخلوق، يعني ايه؟ يعني لو انا دلوقتي جايب جزء عصافير زينه كده وقلت انا هجيب لهم قفص بس مش حديد، قفص خشب، ينفع حد يجي يسالني يقول لي انت جبت قفص خشب ليه؟ انا مزاجي كده. جبت قفص حديد، ينفع واحد يقول لي جبت قفص حديد ليه؟ انا مزاجي كده، لان انا الصانع، انا في اللحظه دي انا الصانع. فالله تبارك وتعالى خالق وليس مخلوق، ربنا سبحانه وتعالى خالق وليس مخلوق، يخلق إنسان يخلق حيوان. وهنا بقى لازم نقف، الإجابة هنا لابد أن تكون فلسفية أكثر من كونها شرعية. أنت يا رب عملت ده ليه؟ أنا خالق. ولذلك فخ كبير باللي بنقع فيه أنه حد يجي يسألنا يا إخوانا أنتوا بتقولوا أن ربنا اللي خلق الكون ده، وأن كل موجود لابد له من موجد. مظبوط. طب ومن اوجد الله؟ انت كده عكست الايه. ليه؟ انا وانت وهم وكل الناس مخلوقين، لكن هو خالق. لو فلسفتها بالفلسفه بتاعتك كده هقول طب ومن اوجد الله؟ طب ومن اوجد الذي اوجد الله؟ ومن اوجد الذي اوجد الله؟ هفضل الف في دايره مخلقه، لا انا لازم اقف عند حدي ان ده خالق وليس مخلوق. ولذلك واحنا بنجاوب في الاسئله الفلسفيه عن الالحاد وهو بيقول لنا من أوجد الله؟ هقول له لا ما ينفعش، ما فيش حاجة اسمها من أوجد الله. طب قول لنا إيه اللي كان قبل ربنا سبحانه وتعالى؟ ما ينفعش، لا يدركه عقل. إزاي؟ هقول له أهلا. أنت بتحاسبني على حاجة أنت مقتنع بيها؟ أنا مقتنع بيها إزاي؟ هقول له أنت عملت لي أرقام حسابية 1 2 3 4 5 6، فلما باجي أسألك إيه قبل الواحد تقول لي صفر. طب وإيه اللي قبل الصفر؟ ماينس، سالب 1 سالب 2، لحد فين يا مولانا؟ يقول لك لحد ما لا نهاية. الإجابة الفلسفية اللي لازم أجاوب عليها، إذا كنت أنت حضرتك عجزت أنك تحدد ما قبل الواحد الحسابي، فليه بتطالبني أنا أني أحدد ما قبل الواحد الحقيقي؟ الواحد الحسابي اللي أنت اخترعته وابتكرته أنت مش عارف إيه قبله، فليه بتطالبني أنا العبد الفقير اللي قدراتي قاصرة وعقلي قاصر أني أكتشف ما قبل الواحد الحقيقي؟ لازم نتعامل مع أن الله خالق والخالق لا يسأل عن أفعاله لأنه خالق، لكن أنا كمخلوق أنا مدير في شغلي، فتيجي تقول لي أنت ليه اديت فلان مكافأة وما اديتنيش مكافأة؟ أقول لك أصل فلان تشتغل وأنت ما اشتغلتش. أقول لك يا سيدي أصل هو قبضني يا سيدي ورشاني، مالكش دعوة. ليه؟ لأن أنا مخلوق أفعالي تبرر، أما الخالق أفعاله لا تبرر. أستاذة منى محتاج أخد سؤال مهم جدا على الصفحة الموعظة الحسنة مع إسلام النواوي، سؤال لفت انتباهي. واحدة جوزها ميت، جوزها مات وهي في فترة العدة، وأحد أقربائها قريبتها توفت وبمنزلة أختها، فهل يجوز لها أن تذهب لتواسي أهلها؟ إجابة إن جنرال في العام، المرأة التي توفي عنها زوجها يجوز لها أن تخرج، كانت موظفة للعمل، إذا كانت مريضة تروح المستشفى، إذا كان في حد من أقربائها مات تعزي فيه، لكن تبيت في بيت زوجها، مالهاش إنها تروح مصيف، عشان ما حدش يجي يقول لي أصل إحنا رايحين الساحل ناخدها معانا تغير جو، لا أصل دي جوزها ميت، اسمها جوزها ميت، زعلانة، حزينة، في فترة حداد، فما فيش اللي هو المصيف والساحل، ما فيش أصل إحنا رايحين الملاهي، لا أصل الله يرحمه كان جوز، ما كانش حاجة وماتت يعني. فيجوز ان هي تخرج تروح شغلها، لو هي اللي بتجيب طلبات بيتها تخرج تجيب طلبات بيتها، لو هي حد من اقربائها مات تواسيه مفيش مشكله، لكن تيجي تبات في بيت جوزها زي الفل معززه مكرمه. يا مولانا اصل احنا خايفين منها، اصل الشارع خايفين عليها، اصل الشارع اللي هي ساكنه فيه مش امان وهي بعيده عننا ومش هينفع نروح نقعد معاها، نعمل ايه؟ تنتقل الى اقرب محرم لها، بيت اقرب محرم لها تبقى مؤتمنين عليها. ومفيش بقى حاجه اسمها طب 10 ايام عند ابنها ده و10 ايام عند ابنها ده، هو مش تقسيمه كوره، دي عده، اللي هتختاره تقيم عنده ويبقى ده
مكان الزوجية، ما تغيروش لغاية الأربع أشهر وعشر أيام يعدوا عشان الله يرحمه. الله يرحمه كان راجل طيب، وإحنا حتى لو ما كانش راجل طيب أهو الدين قال لنا كده، حتى لو كان مطلع لها في عينيها السبع قطط هو الدين قال كده. الدين يا جماعة يعني بستغرب جدا من ناس يقول لك أنا مش هكشر الإشارة عشان القانون قال كده، المرور قال كده. حلو أشكرك جدا، أما نيجي عند ربنا قال كده يقول لك طب ملهاش مخرج يا مولانا. لا يا سيدي ملهاش مخرج. ألو أستاذ إبراهيم، السلام عليكم. أستاذ إبراهيم أيوه أيوه مولانا عامل إيه؟ اهلا بيك يا استاذ ابراهيم، اهلا وسهلا. انت عامل ايه مولانا؟ انت وحشني والله. انت اكتر يا استاذ ابراهيم، ربنا يبارك فيك يا غالي. انا بحبك كتير 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 في الله، وانا بحبك اكتر ما انت بتحبني. وعاوز اقول كلمتين بسرعه يا استاذ ابراهيم. انا بحيي القياده السياسيه على اتخاذ القرار المناسب، وبحيي القوات المسلحه، وبحيي رئيس الاخوان الجديد، وبحييكم كلكم على اتخاذ القرار الصح. احنا بنحيي اخواتنا من القوات المسلحه واخواتنا من ضباط الشرطه، وحتى لو في بعض الامور اللي احنا بنختلف فيها او ما الى ذلك، لكن بنشوف ان رد الكرامه والحفاظ على الحدود امر مهم جدا. بنقول لهم ربنا يحفظكم ويكرمكم. الست محبات واخويا عمرو ورا الكاميرا عمال يشاور لي كده بيقول لي جاوب على السؤال اللي هو الصويت. يعني ست محبات بتقول هو احنا لازم لما حد يموت نصوت عليه؟ لا حرام يا ست محبات، ما ينفعش نصوت عليه. فبتقول لي طب لو صوتنا على الميت يعذب؟ سيدنا النبي له حديث ان الميت ليعذب ببكاء اهله عليه. فحد من اللي بيسمعنا دلوقتي يقول لك طب مش ده ظلم؟ هو ماله؟ هم بيعيطوا ويصوتوا وبتاع، هو ماله؟ وجدنا روايه او اثر بيقول اذا اوصى بذلك، يعني قال لهم لا بقول لكم ايه، انا ما اخرجش سكيتي، ده انا كنت مش عارف ايه تعملوا لي كده ايه؟ يعني سويت وبتاع وتجيب واحده تعدد؟ لا ده حرام ويعذب بذلك اذا اوصى بذلك. اما اذا كان هو راجل محبوب والناس بتحبه، فيعني حد جه وراح مدي صوت كده هو ملوش دعوه، وهي التي تعاقب بهذا الفعل. طيب بسرعه كده بقى في اسرار الاجابه، كمان لازم تختار المكان اللي تدعي فيه، في اماكن كده ارجى بالقبول. زي ايه؟ زي بيت ربنا. حكولنا زمان ان راجل كان عنده دين مش قادر يوفيه، وحان سداد الدين، وكانوا طلبوا منه يفعل شيئا فاحشا حتى يسقطوا عنه دينه، فخرج في منتصف الليل وذهب الى المسجد وسجد وقال يا رب كما عصمت وجهي ان يسجد لصنم، فاعصم وجهي أن يتذلل لغيرك. فكان في هذه القرية رجل غني جدا، فرأى في المنام من يقول له خذ 1000 دينار واذهب إلى المسجد. الرجل استغرب، هو 1000 دينار يخرجه سهل كده؟ فنام تاني، فقال خذ 1000 دينار واذهب إلى المسجد ستجد رجلا ساجدا فاعطه هذا المال. ذهب إلى المسجد فوجد الرجل ساجد، فوقف أمامه وأعطاه، قال خذ هذا المال. قال لا أطلب منك شيئا. قال إنما أرسلني الذي طلبت منه. الدعاء أستاذة منى بتقول لي خلاص خلصنا. أنا سعدت معاكم في الحلقة دي أوي أوي أوي، كنت حاسس إن أنا مستمتع مع حضراتكم جدا وتواصلكم. وبالمناسبة إخواتنا اللي لهم طلبات الحمد لله ربنا أكرمنا بمن يتواصل معهم، بنقول يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى، يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلى في المسجد الأقصى وفي الحرم بحق من بيته في طيبة حرم، واسم المصطفى واسم رسول الله واسم محمد قسم من أعظم القسم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، أكرمنا ولا تهنا، لا تخزنا ولا تفضحنا، وسع أرزاقنا واشف مريضنا وارحم ميتنا، وثبتنا على الدين القويم، ثبتنا على الدين القويم، احفظ لنا ديننا واجعلنا من الذين يحفظون هذا الدين يا أرحم الراحمين. احفظ شبابنا، احفظ شبابنا، احفظ شبابنا وبناتنا وأعرادنا وشعبنا وجندنا ومصرنا وسائر بلاد المسلمين. وسع أرزاقنا واشف مريضنا وارحم ميتنا، وانصر كل مظلوم يا رب العالمين، واجعل راية مصر خفاقة في الصدارة دائما يا أرحم الراحمين. ارحم شهداءنا واحفظ جندنا وأمننا في بيوتنا يا رب العالمين، وفي طرقنا وفي أعمالنا. اللهم إنا نسألك نعيم الجنة وطعام الجنة وحرير الجنة،
ومرافقة سيدنا رسول الله في الجنة. اللهم أعني على نشر دينك بالشكل الذي يرضيك عني. اللهم رب الحل والحرام والركن والمقام والمسجد الحرام، ارزقنا دوما زيارة المصطفى عليه الصلاة والسلام. أعزائي المشاهدين، على خير نلقاكم بأمر الله تبارك وتعالى الأسبوع المقبل الساعة الرابعة عصرا في موعظتنا الموعظة الحسنة. السلام عليكم. بالموعظة الحسنة دايما حنتلاقى ونجدد الذكرى وقلوبنا مشتاقة. بالموعظة الحسنة دايما حنتلاقى ونجدد الذكرى وقلوبنا مشتاقة. بالموعظة الحسنة بالموعظة الحسنة اللهم صل وسلم عليه. اللهم صل وسلم عليه يا حبيب الله.